علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند عيد واناكسن عيد موارا كل عام وأنتم بالخير دمان ومد صوماليات ميل كستا أو أي أدونك كجوغان غار أهان شعبك كوحيران ورباهين تعلن سيد ميديا وحان إذن لأن هاي عيد موارك حق حساسية شيخ شريف شيخ أحمد أو حلوان نما الله دورتي كدب مركي ومانتا كدق مقالة الجوهر شيخ شريف شيخ أحمد أيا كمد نقنية مجاهدين تكمد أحلبانة بارلمان ككو إي توناري صوماليا وحاي صرف ديسان دون شيخ شريف شيخ أحمد حسن شيخ محمود مدحويني هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجو عبد الرحمن عبد شكور ورسمي مهد صلاة إيا رق بلن أو معارض أهي رقي كو إيدي سنة دلكي إكران تهليل أو أيغان أحلبانو قبي أهام بوحا أي كمد يهين بارلمان كفدرال كصوماليا رق عدا سياسة ديت نن نبضون أهي أيا بارلمان ككو صوبيري إمنكا مدحويني هوري صوماليا أهنا قدوميها قلها ميدوغا مشرحين تم مدحوينها صوماليا شريف شيخ أحمد أيامان تكو قوليستي كورسيغا ترسيغيسو يهي هب خل أفرتني لح بارلمان كفدرالك صوماليا كورسيغا أوكو قوليستي شيخ شريف شيخ أحمد أيا وحي دور الشديسة كسعوتي مقالة الجوهرة عاصمة الدولة ده هيرشبيلة سيدا أوشاعي قديغا سيد هيرشبيلة دورشاد كرسيغاني ايا وحا كبر تمي لبا مشرح او كلاه شريف شيخ احمد ايا الشريف ابوكر احمد كدب قوشا شيخ شريف وحا حرون تم مدحتو ايدا مامول كاسهير شبيلة كو قابلي مدحوينها الدولة داسهير شبيلة مدنة علي قود لابي حسين مدحويني هورا ايدالك مدنة شريف شيخ احمد ايا اللوت دورتي حلبان كلها فدرالك صوماليا وحانا حلك اللوت دورتي ugu hambalyeeyay madaxweyne Cali Guudlaabi Xuseen ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Hirshabeelle kursiga uu ku guuleystay Shariif Sheikh Ahmed ayaa waxa baarlamaankii tobanaad ku fadhiyay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur madaxweyni hore Soomaaliya ayaa hadda sidaan ku noqday xilibaan kamid ah xilibanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaasi oo ay qayb ka yihiin qaar kamid ah midowga musharaxiinta mucaaradka bismillaahir rahmaanir rahiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وحان وهم بلينا يا لما مسلمين تا ملك استوى يجوعان قارهان تدك الصوماليات مناسبة دم بركيسن عيد الفطر بشي رمضان وحيكون سنتونيد عباده صدقوا يس عفن يدو هبين يا معلم با أينو الله كبريني تمداف نحريس إيو إن أو نغا أقبلو أعماشينا ونكسن ولا ليال وحان دي كبورنا يا إن أينو سي جوكتنو تغمدا ونكسن إي أينو مدنان تسيني مددي بشي رمضان كواسو يغوه الرئيسو كالمدا إيو أغرقاردة دات كينا دانيارتا كشقين تا دنتو قود إيو دعادة كو آدن إنو ألي إنو وناجيو دالكينا نغونا قلادو أمني حسلوني إيو برواقو مناسبة عيدة وحان دونا يا إنان فرحاد ديادة سي قارة عن لقب صدو حالي ييادة عيدة مادة قلب كسيدة إي صوماليات وحبين إيما عالم باقو تاقن حقي جنتا أمنيغا شعبك صوماليات يدفاع دالك إيو شرفتا دالكينا إيوغو أوهورا يا وحاقو قاليسان إي قف بني آدنا وكبحيو تاسو اه نفتودة ايو نولاشودة ان شعبك صوماليات سرديه لصور دافاي اي سن نباد اه كو صومين بش رمضان وحي كو تميد الله فلديجيس كسكو هلغن ايو حول بادن او يقابتين ايدن كصوماليات ما دام او جرو عدو ارق حساء او دولان كو اه دالكينا عدا يستينا انو حوجيو داقر تودة مالمها عبادادة اي بش رمضان ولا ريال سيدا آد ودوكسون تهين وحا واجب كواه قف كستا او مسلمة او اوود اوليه انو بحيو فترادا عاوة اما إلا صلاة عيدة كور تاس اوه كالمو اينو كو كابينو نولوشا داتكينا دايرتا ارنتاني وحا اي نحسسينيسا اهميادا اي لايدهي انان اسون حريسانو كانا ورقمنو داتكا والهينا اي نقول وحان الله كبريا إنو عيدان عيد دا كله نو قارسيو عمل إيو عبادة سن دل كينا إيو داد كينا أو كومان يستو نحريس خرمر إيو برواقو عيد مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضلا دب أضاء وركني هري على سيد الميديا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. من ربات إلبان هذا الشرف تلا والسلام أنتي. قدومي أو ما حسني هاي قدومي هني هري إبرامان كتبنات. هل كيس الشرف بدل لوجو وريجي حفيز سدي كل نواب بوقن طونا هدي الله إنه ما أنت أجدين وحقوقنا هل وريجين تاس. كريه وحن كدرسنا هنا هو غير دردارة يوم كدرسنا دونا إن شاء الله وحن رباه اللي ما أنا ذا شرفت له أرتمرك كواد مرة بعد مرسى الدهات إن اللي ما اللي نو أنا هو مرة عبدون كوكو الله يو برتقال كوا حنوس هل صار نو ولا حقيقة يعني جود مركز سدو أتل مامي بان كواد دونا قدومي يعني تبي أجي تبي أنا صوف ديسنا أنت صوف ديسنا دونا سدو شيء غي هذا ما أنا دردار يو كلي أنا قاعد مستر دونا وحان ربا مركو كوات إنا لذي محد عليو اللي بانا دي شرفت اللي بارمان كوي توبنات سدي شرفت اللي أدنو سو دورتين ومانت إلهي نوافجيي أرنو نبت قملا إنا نسوني ماندو ولهينا إلهي نقارسي الحمد لله محد لمانت إله باي وصوناتي لنا عكالي وحان ربا إنا لذي عدينو حدو إلهي إلهدو مانت ويحي كهريي أرنو wixii la soo maray oo maamulka Faaris ah waxa soo waday gudoomiyuhu meel gaar ka aha anoo wixii maanta laga bilaabo ayaa golaha shacabiga dhabanadeen golaha shacabiga ayaynu gol xisaabtimo doonayna anagu hawshi bilaabayna saasku mabdayaan inaad ogaatiin mid kale waxaan rabaa waad ogtihiin soo maanta inuu ogyahay iyo hadii kala bari inuu gaara laga yaabo waa gabo gabo soonki maartay waqtigiisa yaa dhamaanaya ciidda fudud nagu soo haysa مركز سدا دراديد وحن جينا يا عيد كدب يا اسكوسون نغوشة نغون دونتا وح كستو أرنا أو باهان إن أنصحنا مركان اسكوسون نغونو يا كبر لابن دونتا أنا وحدو إلى هيرادو وحي علي يا رين الجيران ولا نوشة يا أرما سدا هذه أنا وحدان هاي قدوم كقول هالشعب بيجا من هين دتيم قارة وعلى مسارا بارمان قول هالشعب بيجا ينمر في أنا ومسؤولنا هاي horeen waa u balan qaaday waa waajibaadka dastuuriga aan saaran si kalsooni leh daacadnimo ah ilaahay dirtiisa baan wada shaqeyn doonaa hadii ilaahay yiraado wax kasta waajibaadka dastuuriga aan hadduu ilaahay yiraado si dastuurka iyo shuruucda dalka waafaqsan ma u gudan doonaa si madax banaan horeen markii maaragtay khudbayay ku jireen waa sheegney hadan insha Allah oo daa isbedelayo ama koox gaar ah la safan doona ma noqonayno waxaan kala rabaa inaan idin sheego idin qor haali amaant warkii idin ku fogeynaayo maadaama haday gole gudoomiyuhu ka geeyneen hata soo fariisin oo protocol kasi aan ku dhaxjino ajendaheen uu ku kooban yahay kaliye helwareejinta waxaan isku soo noqon doonaa hadii alle inno bisha afarteeda iyada kadib ajendaha ugu muhiimsan wixii kala soo baxwa arkayna laakiin laba qodob ugu muhiimsan dalku waad ogtihiin waxa la nooga fadhiya anaga shacabiga Soomaaliyeed indhaha lagu hayaan oo la naga sugahayo doorasho xur iyo xalaal inaan dalku qabano taas ummada Soomaaliyeed naga sugeysa ogaada qodobkeena koowaad kaas waa marka maalintaas waxaan ka doodi doonaa miisaaniyada oo aydan hadaan la ansixin miisaaniyada 2022 lama soo qaadin hoqo waad ogtihiin waxa lagu jiray waqtiga oo fatir iska marka miisaaniyadaas oo loo keen doona iyo gudigii doorashada qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo maalintaas aydan u tashanayno wixii kale nagu soo baxa waa arkayna labadaas qodobaan noogu muhiimsan waana bisha afarteed aan ku soo noqonayna maanta shirkan saasa noogu yeerinayay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhageystow ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka